النهارده هنتكلم عن حاجه بسيطه خالص عندنا في الكريم، وهو الليمت سويتش اللي موجود عندنا. تمام، اول حاجه هنتكلم فيها الليمت سويتش الخاص بالهو انتي تو بلوك سيستم او انتي تو بلوك ديفايس. وظيفته ان هو بيمنع الحركه بين او بيمنع بيقضي مسافه امنه بين الهوك الرئيسي والطاره او البقاره بتاعه الايه المين بول. المسافه دي بيتم تحديدها طبقا لنوع الكريم، تبقى جايه مع الكريم. قبل ما ده يلمس دي، قبل ما الهوك يلمس دي، البتاع بيفصل عشان خاطر يمنع الانصدام بين ده وبين الهوك. تاني حاجه هنتكلم فيها هي الويند سبيد سنسور. الجهاز ده اسمه الموميتر. لازم قبل دخول الكريم موقعك يكون موجود فيه النقطه دي ان امكن. طب ان لم يمكن بيتم تحديد جهاز تاني لاعلى نقطه موجوده عندنا في الموقع، وده برضو حل من ضمن الحلول. نرجع للنقطه دي، لو ده مش شغال عندي في الكريم اوقفه؟ لا طبعا، انا ممكن ده حل هندسي. طالما بيوصل عند مسافه معينه يبقى ده حل هندسي. طب ايه الحل البديل؟ ان انا اعين واحد سبوتر او بانك مان او واتش مان يكون واقف، بحيث قبل ما الموتة دي تلمس المكان ده بمسافة معينة، قبل ما الهوك يلمس الطارة بمسافة معينة، يبلغ الاوبريتور والاوبريتور يوقف عمليه الرفع، او احدد كنقطة تحذيرية او كنقطة ارشادية يكون علامة كده موجودة لما السواق يشوفها يكون عنده الوقت الكافي ان هو يوقف الايه الكرين قبل ما يخبط في النقطة دي. تالت حاجة هنتكلم عليها هي السنسور بتاع الزاوية والبوم لينز. واحد صاحبنا كان بيسألني بيقول لي يا باشمهندس، هو ازاي الكرين بيقرا البوم اللي هو فرده؟ يعني بيفرد ازاي وبيقرا ازاي؟ دي البقرة دي عبارة عن سنسور موجود جواها بيقرا الجزء المفروض. ما احنا شايفين الواير ماشي ازاي؟ اهو ده الواير. كل ما بيعمل فوق، كل ما يبقى فوق الواير بيتقدم معاه، وبالتالي بيقدر يقيس الطول المفروض. ونفس الكلام الزاوية، طول ما هو بيعلى او ينزل بيقيس الزاوية. وطبعا الكمبيوتر سيستم الموجود بتاعنا بيدخل البارامتر دي في البوم لينس والزاوية بتاعت البوم، بالتالي يغير الريديوس. طب الريديوس عبارة عن ايه؟ الريديوس عبارة عن المسافة من محور الصينية، المسافة من محور الصينية لحد الهوك. المسافة دي ده عبارة عن الريديوس. وبصفة عامة ازود بوم او اقلل زاويه الريدس بتاعي بيزيد، وكل ما الريدس يزيد الونش بيشيل اقل. ده بصفه عامه بعض السنسورز اللي موجوده عندنا. حاجه اخيره بقى واهم هنتكلم عليها هو الاوفرلود. الاوفرلود ليميت عندنا بيبقى موجود مع الكمبيوتر، وده وظيفته يعني وظيفته ان هو ايه، بيفصل لو اول ما تعدى اول قبل ما تعدى مين القيمه الحموله الامنه في اللودنج شارت. اللودنج شارت عباره عن بوم راديوس نقطه امنه او حمل امن اس دبليو ال. فالاوفرلود ده وظيفته ان انا يمنعني ان انا اتجاوز القيمه الامنه دي. طيب اتاكد منين ان هو موجود واختبره ازاي؟ اول حاجه ببص بجيب لود معلوم الحمل بتاعه او معلوم الوزن بتاعه، وبخلي الكرين يرفعه في وضع هو امن بالنسبه له، يعني الاس دبليو ال في اللودنج شارت اعلى من اللود دوت ويرفع. وبعد كده بخلي الكرين يروح لنقطه ثانيه تتعدى الاس دبليو ال بتاعتها بنسبه 110%. طبعا قبل ما يوصل النقطه ديت المفروض اللود انديكيتور او اللود ليميت اوفر لود يفصل تماما. طب هو بيفصل الناس عند 100% بالظبط ولا ممكن يتجاوز؟ ليك سماحيه لحد 110%. طب لو وصل ل 110% والكرين الاوفر لود ما فصلش، وقف العمليه وحل النقطه ديت، يبقى ترفض النقطه بتاعت الاوفر لود، هو كده بالنسبه لنا مش مقبول. طب الستاندرد بيقول ايه في النقطه ديت؟ الاوشا ستاندرد بتقول لك الاوفر لود بيفصل في رينج او الدقه بتاعته من 95% ل 110%. طب هل طالما هو ممكن يفصل ل 110% اثناء عمليه الرفع اتم التحميل ل 110%؟ لا طبعا، القاعده العامه بتقول لك ابدا لا تتجاوز حد الحموله الامنه المقرر ليها في جدول الاحمال تحت اي ظرف الا اثناء الاختبار تحت اشراف الشخص المختص. ودي النقطه ان شاء الله هنتكلم عليها على موضوع اللودنج شارت في المره الجايه،
بإذن الله ودمتم بخير. السلام عليكم.